الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في توفير جميع عناصر النجاح لمشروعات استصلاح الأراضي. الصين تواصل تدريباتها العسكرية، وتايبي ترصد طائرات وسفنا تدور حول تايوان. المفاوضات الأوروبية توافق على تعويض الشركات عن ارتفاع أسعار الكهرباء. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، فأهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في توفير كافة عناصر النجاح لمشروعات استصلاح الأراضي بالتوازي مع حوكمة الإدارة والتشغيل بهدف تحقيق الطاقة الإنتاجية القصوى المخططة، وذلك كمبدأ عام أساسي لجميع المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، كذلك مدير مشروع مستقبل مصر. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع مستقبل مصر. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية، خاصة في إطار الدلتا الجديدة وشرق العوينات وتوشكا وصعيد مصر. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع مستقبل مصر في إطار الدلتا الجديدة، فضلا عن تفاصيل سير العمل بمكونات المشروع من طرق ومحاور وآبار مياه ومحطات معالجة للمياه وشبكة تغذية الكهرباء من خلال محطات كهرباء الدلتا الجديدة. وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في توفير كافة عناصر النجاح لتلك المشروعات بالتوازي مع حوكمة الإدارة والتشغيل بهدف تحقيق الطاقة الإنتاجية القصوى المخططة، وذلك كمبدأ عام أساسي لجميع المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية. وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم أيضا استعراض الموقف التنفيذي لمشروع استصلاح الأراضي في محافظتي المنيا وبني سويف، بما فيها الأعمال الجارية في البنية الأساسية من إقامة محطات الرفع الداخلية ومد خطوط المياه والترع والمخصصات المائية والتغذية الكهربائية، بالإضافة إلى مستجدات العمل بمشروع الصوب الزراعية في قطاع اللاهون على محور أسيوط الغربي جنوب الفيوم. وتم كذلك عرض الموقف التنفيذي الخاص باستصلاح الأراضي الزراعية في منطقة شرق العوينات، حيث وجه السيد الرئيس بتدقيق الدراسات في منطقة شرق العوينات نظرا لطبيعتها الجغرافية ونوعيات التربة والتضاريس الجغرافية والمناخ ومصادر المياه المتاحة، مع انتقاء أفضل المحاصيل التي يمكن زراعتها في المنطقة بما يتماشى مع تلك العوامل. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها. وعلى مدار أسبوع نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمني. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 31 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 13,664 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 32 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 679,656 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 11,298 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت أكثر من 2533 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة،
كما تم ضبط أكثر من 17 طن أقماح في مجالات التهريب خارج منظومة القمح وخلط القمح المحلي بالمستورد والتخزين الخارجي للأقماح المحلية، وكذلك ضبط 5103 مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت ما يقرب من 4 طن. كما تم ضبط 8 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 42.5 طن سلع غذائية متنوعة، وتم ضبط 2778 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت أكثر من 520.5 طن. كما تم ضبط 185 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت أكثر من 327 طن سلع مدعمة متنوعة، كما تم ضبط 22 طن في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 996,972 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 290,295 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4,088 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 216 سائق منهم. كما تم المرور على 31 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 130 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبيتهم جميعا. كما تم فحص 128 مركبة وتبين مخالفة 10 مركبات لشروط الصلاحية الفنية. كما تم رفع 323 سيارة و53 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 8,880 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 1,333 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 1,695 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 3,548 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 3,928 مخالفة ملصقات وضبط 48 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 2,153 قضية ومخالفة أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 82,629 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 67,827,632 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 267 قضية، من بينها 157 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات و110 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 35 قضية بقيمة مالية بلغت 52,680,348 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2,247 قضية
بقيمة مالية بلغت أكثر من 3,586,000,000 جنيه. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 6,474,290 جنيه. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي. تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 499 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 147 طنا من المواد الغذائية وغير الغذائية. تمكنت الوزارة من ضبط أكثر من 24 طنا بمجال السلع على السلع المدعومة وضبط قرابة 118.5 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية، وضبط 709 قضايا من بينها 122 قضية خبز ناقص الوزن و125 قضية خبز غير مطابق للمواصفات في مجال قضايا المخابز. كما تم ضبط قرابة 90 طنا من الأقماح المحلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية. تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بأحد المراكز التجارية بالإسكندرية وإخماده، وبالفحص تبين أن الحريق نشب بالتكييف المركزي على سطح مبنى المركز التجاري من الخارج امتد إلى مظلة خاصة بإحدى البوابات، وتمت السيطرة على الحريق دون أي خسائر في الأرواح أو التأثير على المبنى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. هذا وقد تواجد محافظ الإسكندرية ووزير الصحة بموقع حادث اندلاع الحريق للوقوف على آخر تداعيات الموقف، وأكد محافظ الإسكندرية أنه يوجد فقط 5 حالات إصابات بسيطة، لافتا إلى أنه فور اندلاع الحريق تم التوجيه برفع درجة الطوارئ والاستعداد القصوى بجميع المرافق والمستشفيات تحسبا لأي تداعيات. أعربت مصر عن بالغ إدانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا بالعاصمة الصومالية مقديشو، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الضحايا الأبرياء. في بيان لوزارة الخارجية أعربت مصر عن عميق تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ولذوي الضحايا، متمنية سرعة الشفاء لكافة المصابين. كما أكدت مصر تضامنها الكامل مع الصومال الشقيق في هذا المصاب الأليم ورفضها التام لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب. قالت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت 17 طائرة و5 سفن صينية تدور حول تايوان. جاء ذلك بالتزامن مع مواصلة بكين لأنشطتها العسكرية قرب الجزيرة. وأضافت أنها تشمل 4 طائرات عبرت الحاجز غير الرسمي بين الجانبين في مضيق تايوان المعروف بالخط المتوسط بينهما. اعتبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن استعادة الأمن بشكل كامل بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية يمكن أن يبدأ عقب مباشرة البعثة الأممية عملها. وحذر زيلنسكي من عدم وجود تعليمات في أي محطة للطاقة النووية في العالم تنص على إجراء يتبع إذا حولت دولة محطة للطاقة النووية إلى هدف.
في الأزمة الأوكرانية التي يقف العالم عاجزا حتى الآن عن حلها، يبدو أن كل أوراق الضغط السياسي أو العسكري باتت متاحة للاستخدام حتى وإن تخطى نطاق تأثيرها المستوى المحلي. زابوروجيا، المحطة النووية الأكبر في أوروبا والواقعة في أوكرانيا، تسيطر عليها حاليا روسيا ب 500 جندي و 50 قطعة من المعدات العسكرية الثقيلة في ظل استمرار عملياتها العسكرية في أوكرانيا ومخاوف من كارثة نووية جديدة شبيهة بما حدث في تشيرنوبيل. ضربات عدة استهدفت خلال الفترة الأخيرة محطة زابوروجيا النووية وفجرت سيلا من الاتهامات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا وموجة واسعة من التنديد والتحذير المشوب بالخوف أيضا، لا سيما من الدول المجاورة لأوكرانيا وأبرزها بولندا. الاستخبارات العسكرية الأوكرانية قالت إن ضربات روسية أدت إلى إلحاق أضرار بوحدة ضخ بالمحطة وتدمير جزئي لإدارة الإطفاء المسؤولة عن أمن محطة الطاقة النووية، بينما اتهمت روسيا القوات الأوكرانية بالوقوف وراء تلك الضربات. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حذر من أن قصف محطة زابوروجيا النووية قد يفضي إلى كارثة واسعة النطاق يمكن أن تؤدي إلى تلوث إشعاعي لمساحات شاسعة من الأراضي، وشدد الرئيسان على أهمية إرسال وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة في أقرب وقت ممكن، وهو ما قابله بوتين بتأكيد استعداد روسيا لتزويد مفتش الوكالة بكافة سبل المساعدة اللازمة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بدوره حذر من عملية انتحار نووي في زابوروجيا، مشددا على ضرورة إخراج السلاح والعسكريين من المحطة التي لا يحتمل الوضع بها المجازفة بخطوات ستكلف موسكو وكييف فاتورة باهظة على كافة الأصعدة وسيدفع ثمنها العالم بأسره. أعلنت سلطات مقاطعة زابوريجيا صد الدفاعات الجوية صاروخين أوكرانيين فوق مدينة ميليتوبول التي تسيطر عليها القوات الروسية. وأضافت سلطات زابوريجيا أن أكثر من 500 مبنى بينهم مدارس ومستشفيات تضررت جراء قصف للقوات الأوكرانية على المدينة. إلى ذلك قالت سلطات زابوريجيا إن المنطقة تصدر ما يصل إلى 7000 طن من الحبوب يومياً. أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 100 مسلح في محيط قرية أندرييفكا بإقليم خاركيف نتيجة ضربة جوية روسية على مواقع قتالية أوكرانية. وفي بيان لها أضافت الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت 13 صاروخا استهدفت المنطقة المحيطة بمحطة كاخوفسكايا للطاقة بإقليم خيرسون. وأضافت الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت المواقع القتالية لكتيبتين للجيش الأوكراني، فضلا عن تدمير دبابتين وسبع مركبات. أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم ميخائيل أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية. وطلب حاكم سيفاستوبول سكان المدينة بالتزام الهدوء ودعم الجيش الروسي. وفي السياق ذاته قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي إن أوكرانيا والغرب يتحملان المسؤولية الكاملة عن تعطيل الاستعدادات للعملية الدراسية في أوكرانيا.
أعلنت قوات دونيتسك أن وحدة تابعة للقوات الأوكرانية استسلمت بأكملها في منطقة زايتي سيفو. وأوضحت قوات دونيتسك أن الوحدة التابعة للقوات الأوكرانية التي كانت منتشرة في زايتسيفو أرسلت طلبا بوقفها المقاومة وقررت تسليم أسلحتها طوعية. أكد البيان أن مواقع الوحدة الأوكرانية أصبحت تحت سيطرة قوات دونيتسك. أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن إجمالية قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لأوكرانيا في ظل إدارة الرئيس جو بايدن تجاوزت 10 مليارات دولار. وبشأن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا والبالغة قيمتها 775 مليون دولار قال بلينكن إن الحزمة الجديدة تتضمن أسلحة وذخائر ومعدات إضافية استخدمتها القوات الأوكرانية بشكل فعال للغاية ضد روسيا. حزمة مساعدات عسكرية جديدة أعلنت الولايات المتحدة تخصيصها لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 755 مليون دولار وفقا لمسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون. فإن المساعدات الجديدة تشمل صواريخ دقيقة وأسلحة مضادة للدروع وطائرات استطلاع مسيرة ومدفعية ومعدات لإزالة الألغام بما يمكن أن يعزز الهجمات الأوكرانية. وتأتي هذه الحزمة 19 من المساعدات منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في وقت تظهر فيه المعارك استخدام القوات الأوكرانية لأسلحة دقيقة موجهة زودها بها الغرب بهدف تنفيذ ضربات في مواقع بعيدة. وتتضمن حزمة المساعدات الجديدة صواريخ لأنظمة هيمارس التي يستخدمها الأوكرانيون لضرب مستودعات الأسلحة الروسية وصواريخ هارم جو أرض المضادة للرادارات، كما تشمل أيضا 15 طائرة استطلاع مسيرة من طراز سكاي إيجل و1000 صاروخ جفل مضاد للدروع و1500 صاروخ تاو ومدفعية جديدة مع ذخيرة. وبحسب المسؤول الأمريكي تسعى واشنطن لضمان أن يكون لدى أوكرانيا خط إمداد مستمر لتدفق الذخيرة بما يلبي احتياجاتها. ورغم الإمداد العسكري المستمر لأوكرانيا أقر المسؤول الأمريكي بعدم إحراز القوات الأوكرانية أي تقدم كبير، إضافة إلى استمرار تكبدها خسائر جسيمة جراء القصف الروسي. وصف وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو دعوات منع إصدار تأشيرات للروس لدخول الاتحاد الأوروبي في إطار العقوبات ضد روسيا بسبب عملياتها العسكرية الخاصة بأوكرانيا بأنها مظهر من مظاهر السياسات النازية. وكان شويغو قد أكد أن قرار إجراء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا جاء بسبب التهديدات غير المقبولة لأمن روسيا التي شكلتها السلطات الأوكرانية. وقال شويغو في كلمته خلال المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الفاشية أنه على مدى 8 سنوات ارتكبت كييف جرائم صارخة ضد مواطني دونيتسك ولوهانسك، مضيفا أنه في الوقت نفسه بدأ حلف شمال الأطلسي احتواء أوكرانيا مما خلق تهديدات غير مقبولة لأمن روسيا. توعدت الخارجية الروسية برد مناسب على إعلان رومانيا طرد أحد موظفي السفارة الروسية في بوخارست كشخص غير مرغوب فيه وإبلاغه بضرورة مغادرة البلاد في غضون أسبوع. وقالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة ماريا زاخاروفا إن بلادها سترد بالطبع وبشكل مناسب على قرار بوخارست. أضافت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية أن رومانيا أعلنت أن دبلوماسي روسي شخص غير مرغوب فيه بذرائع. وهي أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن تصدير الأسمدة والحبوب من أوكرانيا أمر ملح جدا لمساعدة سكان العالم وتفادي ارتفاع أسعار الغذاء. وأشار غوتيريش إلى شحن أكثر من 50,000 طن من الحبوب حتى الآن من الموانئ الأوكرانية، داعيا إلى تعاون الحكومات والقطاع الخاص لإعادة الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية. قالت الأمم المتحدة إن مركز التنسيق المشترك المشرف على عمليات تصدير الحبوب الأوكرانية منح الإذن بمغادرة سفينتين جديدتين اليوم من ميناء تشيرنومورسك الأوكراني. وأوضحت الأمم المتحدة في بيان أن إحدى السفينتين تحمل 6,300 طن متري من زيت دوار الشمس، فيما تحمل الأخرى 25,000 طن متري من القمح، مشيرة إلى أن فرق التفتيش كانت قد أنهت أمس عملياتها على
6 سفن تجارية، إضافة إلى 4 سفن مغادرة. ذكرت مصادر يابانية أن طوكيو تتمسك بمصالحها في مشروع سخالين 2 للنفط والغاز وسط توقعات بإبرام شركتين يابانيتين رئيسيتين للطاقة عقود شراكة مع روسيا حول المشروع. ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن المصادر قولها إن المشاركة المحتملة لشركة جيرا، وهي شركة مولدة للطاقة ومقرها طوكيو، وشركة طوكيو للغاز، ستساعد اليابان في شراء الغاز الطبيعي المسال من روسيا. ويشار إلى أن روسيا أسست شركة جديدة هذا الشهر للسيطرة على عملية الموارد الطبيعية في منطقة الشرق الأقصى بالبلاد بعد خروج شركة شيل النفطية البريطانية بسبب الأزمة الأوكرانية. وافقت المفاوضات الأوروبية على خطة قدمتها فنلندا بقيمة 687 مليون يورو للتعويض الجزئي للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة عن ارتفاع أسعار الكهرباء الناتجة عن تكاليف الانبعاثات غير المباشرة، وذلك بموجب إطار مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة. وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية والمسؤولة عن سياسة المنافسة مارغريت فيستاكر إن خطة فنلندا في هذا الشأن ستغطي جزءا من ارتفاع أسعار الكهرباء الناشئة عن تأثير أسعار الكربون على تكاليف توليد الكهرباء بما يسمى بتكاليف الانبعاثات غير المباشرة المتكبدة بين عامي 2021 و2030. وافقت المفوضية الأوروبية على خطة قدمتها إستونيا بقيمة 125 مليون يورو لدعم الشركات عبر جميع القطاعات بعدما تضررت من تداعيات العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا. جاء ذلك في إطار مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمة المؤقتة. وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضة إن هذه الخطة التي تبلغ قيمتها 125 مليون يورو ستمكن إستونيا من التخفيف من الأثر الاقتصادي للأزمة في أوكرانيا ونقص السيولة التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع القطاعات بسبب الأزمة الجيوسياسية الحالية والعقوبات ذات الصلة. كشف تقرير صادر عن مكتب الإحصاء المركزي في لاتفيا أن البلاد سجلت معدل بطالة بلغ 6.6% خلال الربع الثاني من العام الجاري. يعتبر هذا هو المعدل الأعلى بين دول البلطيق، تلتها إستونيا بنسبة 5.8% وليتوانيا بنسبة 5.2%. وأضاف التقرير أن هناك حوالي 62.8 ألف عاطل عن العمل بلاتفيا تتراوح أعمارهم بين 15 و74 عاما. تعد معدلات التوظيف بلاتفيا هي الأدنى بين دول البلطيق مقارنة بنسبة 68.8%، وفي إستونيا 66.9% بحسب تقرير مكتب الإحصاء المركزي بلاتفيا. انضمت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز إلى فيتش برفع درجة التصنيف الائتماني لأوكرانيا. جاء ذلك بعدما منحها الدائنون إعفاء لمدة عامين الأسبوع الماضي من تسديد ديونها الخارجية. وقالت وكالة ستاندرد اند بي جلوبال في بيان إن رفع نقاط الأهلية الائتمانية للديون الخارجية إلى سي سي بلس يعكس التزام الدعم المالي الدولي القوي لأوكرانيا مصحوبا باحتياطات العملات الأجنبية التي تتضاءل رغم أنها ما زالت مرتفعة نسبيا.
تعرض بنك انجلترا لانتقادات من الحكومة البريطانية ومن اقتصاديين ومسؤولين سابقين في المؤسسة النقدية، حيث يتهمون المصرف المركزي بعدم التحرك، مما أدى إلى تسجيل أعلى مستوى للتضخم في مجموعة السبع. تجاوز معدل التضخم نسبة 10% بالمملكة المتحدة، وهو مستوى غير مسبوق خلال 40 عاما، بعيدا عن هدف البنك البالغ 2%. يتوقع أن يرتفع التضخم أكثر بالأشهر المقبلة ليصل إلى 13% وفقا لبنك إنجلترا، ما يسبب أزمة بالقدرة الشرائية تهدد بإغراق العديد من الأسر البريطانية في الفقر. قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل إنه يجب على البنك المركزي مواصلة رفع أسعار الفائدة حتى إذا كان من المرجح بشكل متزايد حدوث ركود بألمانيا، في الوقت الذي سيظل فيه التضخم مرتفعا بشكل غير مريح طوال عام 2023. ورجح رئيس البنك المركزي الألماني أن الاقتصاد الألماني سيشهد تأثرا بالاضطرابات في إمدادات الغاز الروسي وركودا خلال فصل الشتاء إذا استمر تفاقم أزمة الطاقة. يواجه العالم الكثير من التحديات الفترة الراهنة من أزمة التضخم ونقص الطاقة والمواد الغذائية، وفي محاولة للحد من التضخم يقوم العديد من البنوك المركزية برفع سعر الفائدة للحد من كل هذه الأزمات. رئيس البنك المركزي الألماني من جانبه أكد أنه يجب على البنك المركزي مواصلة رفع أسعار الفائدة حتى إذا كان من المرجح بشكل متزايد حدوث ركود في ألمانيا، في الوقت الذي سيظل فيه التضخم مرتفعا بشكل غير مريح طوال عام 2023. وتوقع رئيس البنك المركزي الألماني أن زيادة الأسعار في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، قد تتجاوز 10% في الأشهر المقبلة، مرجحا أن يشهد الاقتصاد الألماني تأثرا بالاضطرابات في إمدادات الغاز الروسية وركودا خلال فصل الشتاء إذا استمر تفاقم أزمة الطاقة. هذا ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس بشكل غير متوقع، ووعد بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، قائلا إن المخاوف من التضخم المفرط تتفوق الآن على مخاوف النمو. قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن إنهاء مراقبة الاتحاد الأوروبي لإنفاق الحكومة اليونانية بعد 12 عاما يمثل يوما تاريخيا. ونقلت صحيفة يونانية عن ميتسوتاكيس قوله إن بلاده يمكنها الآن التطلع إلى آفاق جديدة بعد الخروج من إطار المراقبة المعزز للاتحاد الأوروبي، مضيفا أن المراقبة جلبت الركود إلى الاقتصاد والانقسام بالمجتمع اليوناني وفرضت ضرائب لا تطاق وتخفيضات بالأجور ومعاشات التقاعد. أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي استهداف طائرات القوة الجوية أوكار لتنظيم داعش الإرهابي في سلسلة جبال حمرين ضمن محافظة صلاح الدين. وتم تزويد طائرات القوات الجوية العراقية بمعلومات استخبارية دقيقة عن تواجد قيادات مهمة لعصابات داعش الإرهابية في هذا المكان، حيث وجهتها بمنطقة تواجد هؤلاء الإرهابيين. أكد رئيس أركان الجيش العراقي ضرورة استثمار حالة الانهيار التي تعيشها بقايا الإرهاب والاستمرار بعمليات الضغط على الإرهابيين ومنعهم من تنفيذ أي عملية إرهابية تستهدف أمن واستقرار مناطق محافظة صلاح الدين شمالي العاصمة بغداد. وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمنية الدكتور راشد محمد العليمي إلى العاصمة السعودية الرياض قادما من الإمارات العربية المتحدة في زيارة خاصة تستغرق عدة أيام. هذا ومن المقرر أن يجري العليمي لقاءات ثنائية للبحث في العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون المشترك وجهود إحلال السلام والاستقرار في اليمن.
يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة إلى الجزائر في 25 من الشهر الجاري بهدف إعادة إحياء الشراكة بين البلدين بعد شهور من التوتر. جاء في بيان للرئاسة الفرنسية صدر بعد اتصال هاتفي بين ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون إن الزيارة التي تستمر على مدار 3 أيام ستساهم في تعميق العلاقات الثنائية مستقبلا. أضاف الإليزي أن الزيارة ستعمل على تعزيز التعاون الفرنسي الجزائري في مواجهة التحديات الإقليمية. حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن المجاعة ستهدد بحلول سبتمبر 22 مليون شخص على الأقل في منطقة القرن الأفريقي، ويتزايد خطر انعدام الأمن الغذائي بسبب الجفاف الذي بلغ مستويات قياسية. للمزيد نتابع التقرير التالي. برغم العديد من التعهدات المالية التي قدمتها الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة، ما زالت منطقة القرن الأفريقي تعاني من خطر انعدام الأمن الغذائي بسبب الجفاف الذي بلغ مستويات قياسية. القارة السمراء التي تتحمل تبعات وأخطاء الدول الصناعية الكبرى وتنتهي إليها بؤر الصراع المشتعلة في كل مكان بالعالم، سيتعرض 22 مليون شخص على الأقل من سكانها لخطر المجاعة بحلول سبتمبر المقبل، وذلك بحسب برنامج الأغذية العالمي. فبسبب الاحتباس الحراري وتغير المناخ الذي تعد الدول الصناعية الكبرى المسؤول الأول وربما الوحيد عنه، تعاني قارة أفريقيا من احتجاب هطول الأمطار للموسم الرابع على التوالي. ومنذ نهاية العام 2020 تواجه منطقة القرن الأفريقي جفافا هو الأسوأ منذ 40 عاما، وأدى إلى نفوق الملايين من رؤوس الماشية وقضى على المحاصيل ولا سيما في كينيا والصومال وإثيوبيا. ففي بداية العام حذر برنامج الأغذية العالمي من أن 13 مليون شخص في القرن الأفريقي يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد بسبب الجفاف. وبحلول منتصف العام وبعد العمليات الروسية بأوكرانيا ورفع أسعار المواد الغذائية والوقود، يتوقع البرنامج أن يرتفع هذا العدد إلى 20 مليونا، وسيستمر هذا العدد في الارتفاع وستتفاقم حدة الجوع إذا لم تسقط الأمطار في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر ولم يتلقى الأشخاص الأكثر ضعفاً مساعدات إنسانية. وبرغم تعهد الولايات المتحدة بتقديم 1.2 مليار دولار من المساعدات الغذائية للمساعدة في تجنب المجاعة في القرن الأفريقي، وحثها الدول الأخرى بما في ذلك الصين على بذل مزيد من الجهود لمواجهة أزمة الغذاء، أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه بحاجة ماسة إلى 418 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة لتلبية هذه الاحتياجات المتزايدة، وأكد أنه لا تبدو هناك نهاية في الأفق لأزمة الجفاف. نشرة السادسة ما زالت مستمرة وتتابعون فيها. ارتفاع حصيلة ضحايا السيول بشنغهاي بالصين إلى 23 شخصا وفقدان 8 آخرين. أعلنت السلطات المحلية بمقاطعة شنغهاي بشمال غربي الصين ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الجبلية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت المقاطعة إلى 23 شخصا حتى أمس، مشيرة إلى فقدان 8 آخرين. وأوضح مقر الاستجابة الطارئ للسيول أنه تضرر أكثر من 6000 مقيم في 6 قرى بمحافظة داتونغ جراء السيول الطبيعية، لافتا إلى إيواء حوالي 1500 شخص بملاجئ مؤقتة بمدرستين محليتين. اجتاحت الأمطار الغزيرة التي بدأت منذ الأربعاء الماضي محافظة داتونغ متسببة بحلول منتصف الليل الخميس الماضي في حدوث فيضانات وانطلاقات طينية وتغيير في مسارات بعض الأنهار قبل أن تضرب القرى المحيطة. لقي 6 أشخاص مصرهم وتم فقد 13 آخرين جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة بولاية هيمشال براديش الهندية. وقال مسؤولون في الهند إن السلطات تمكنت من إنقاذ 22 شخصا تقطعت بهم السبل جراء الفيضانات
أضيفين أن عمليات البحث ما زالت جارية عن المفقودين، وأشارت السلطات الهندية إلى أن الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية تسببت في قطع الطرق وتدمير عدد من المنازل، فيما تم إغلاق المدارس بعدة مناطق في الولاية بسبب أحوال الطقس. تراجعت اليوم حدة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المناطق الشمالية والوسطى من نيوزيلندا على مدى أيام، وأجبرت مئات الأشخاص على ترك منازلهم. قالت هيئة الأرصاد الجوية إن حدة الأمطار تراجعت بالمناطق الشمالية والوسطى من نيوزيلندا، وألغيت التحذيرات من الأمطار الغزيرة، موضحة أنه لا يزال التحذير من هطول أمطار غزيرة ساريا بفيوردلاند بجنوب غرب الجزيرة الجنوبية. أكد وزير داخلية النمسا جيرهارد كارنر أنه تم إصلاح كافة الأضرار التي ترتبت على كارثة العواصف التي وقعت في ولايتي سيتريا وكارينسيا، وتسببت العواصف في مسرع 5 أفراد بينهم طفلتان بسبب تساقط الأشجار. وأوضح وزير الداخلية أن أعدادا كثيفة من رجال الإطفاء شاركوا في إصلاح الخسائر وتأمين المنازل والمنشآت، مشيرا إلى أهمية تكثيف التعاون بين وزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدني لتجاوز تداعيات كارثة العواصف. أكدت وزارة الصحة الإندونيسية رصد أول إصابة بمرض جدري القردة بالبلاد. أبلغت سنغافورة المجاورة عن أول حالة إصابة بالمرض الشهر الماضي، وأكدت ظهور 15 حالة حتى 5 أغسطس الجاري. وفي مناطق أخرى بجنوب شرق آسيا أكدت الفلبين وتايلاند أيضا اكتشاف إصابات بالمرض. أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية مع تسجيل أكثر من 40,000 إصابة مؤكدة بجدري القردة، بما في ذلك عدد قليل من الوفيات في أكثر من 80 دولة لا يتوطن الفيروس بها. قدمت وكالة الأدوية الأوروبية نصائح وتوجيهات جديدة بشأن استخدام حقن لقاح جدري القردة داخل الجلد، ويجب أن تعطى 5 الجرعة فقط لتطعيم الشخص ضد المرض من خلال الحقن تحت الجلد. وقالت مفوضة الصحة وسلامة الغذاء ستيلا كيرياكيدس إن التوصية المهمة للغاية بشأن استراتيجية التلقيح ضد جدري القرود ستسمح للدول الأعضاء بتلقيح 5 أضعاف عدد الأشخاص الذين يتوفر لديهم إمدادات اللقاح داخل بلدان الاتحاد الأوروبي، وبهذا يضمن وصول التطعيم للمواطنين المعرضين للخطر والعاملين في مجال الرعاية الصحية. وافقت الإدارة الأمريكية للأغذية والأدوية FDA على لقاح من إنتاج شركة نوفاكس المضاد لفيروس كورونا للاستخدام الطارئ للمراهقين. ويعد هذا اللقاح هو الرابع من اللقاحات المضادة لكورونا في الولايات المتحدة، وهو لقاح يختلف عن غيره في أنه يستخدم تقنية مبنية على البروتين. وسمحت الإدارة باستخدام هذا اللقاح بالنسبة للكبار في شهر يوليو الماضي، كما سيصبح متاحا بجرعتين بالنسبة لأعمار ما بين 12 و17 عاما. أظهرت البيانات أن إصابة كورونا في بريطانيا تراجعت إلى أقل مستوى لها خلال 2 شهر، في دليل جديد على أن الموجة الحالية من الفيروس تنحسر. ذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن عدد المرضى الذي يعالج من الفيروس بالمستشفيات يواصل التراجع، ويحذر الخبراء من أن الإصابات من المرجح أن ترتفع مجددا في الخريف والشتاء، وسوف يتم عرض جرعة تنشيطية جديدة على كل من تجاوز 50 عاما فأكثر بالمملكة المتحدة لزيادة الوقاية قبل الموجات المستقبلية من الفيروس.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن إصدار قرار بتجفيف بحيرة فطناس في واحة سيوة بما يضر بمعدلات السياحة بالمنطقة. وأوضح المركز الإعلامي أن انخفاض مناسيب المياه ببحيرة فطناس يرجع إلى تنفيذ عدد من الإجراءات لتطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة لحل مشكلة زيادة مياه الصرف الزراعي التي تسببت في ارتفاع مناسيب المياه الأرضية بالأراضي الزراعية بالواحة، مشيرا إلى أنه عقب الانتهاء من أعمال تطوير منظومة الري والصرف سيتم عودة مناسيب المياه تدريجيا مع حلول فصلي الخريف والشتاء. أطلقت وزارة الصحة 6 قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تستمر القوافل على مدار يومي 20 و21 من أغسطس الجاري. تقدم القوافل الخدمة الطبية المتنوعة مجانا للمناطق النائية بعدة محافظات وقرى بالوجه البحري والصعيد. أما الآن فمع أخبار المال والأعمال ومصطفى ميزار. شكرا سحر وشكرا رغدة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة. أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن طرح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لثلاثة مجمعات صناعية جديدة تشتمل على 1000 وحدة صناعية كاملة المرافق والتجهيزات في 3 محافظات بالصعيد وهي قنا وأسيوط وأسوان. تستهدف هذه المجمعات الصناعية الكيماوية والهندسية والغذائية والدوائية ومواد البناء والنسيجية، وتم تخفيض أسعار الوحدات الصناعية للمجمعات المطروحة بنسبة 40% عن تكلفتها الفعلية. يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية مصنع جاهز للترخيص لتشغيل الشباب ودعم قطاع المشروعات الصغيرة. أطلقت مصر فعاليات يوم الحقل السنوي لمحصولي الذرة الشامية والأرز بمحطة بحوث سخا بكفر الشيخ. وتفقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير ومحافظ كفر الشيخ جمال نور الدين تفقد حقول المشاهدة للهجن والأصناف الجديدة المقاومة للأمراض والتي تتحمل التغيرات المناخية المختلفة، كما تم تفقد محطة غربلة تقاوي المحاصيل الزراعية بالمحطة. وخلال فعاليات الحقل والحفل أكد وزير الزراعة السيد القصير أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في الاعتماد على التقاوي المعتمدة ذات الإنتاجية العالية لدعم المزارعين وزيادة دخولهم. أضاف القصير أن هناك إقبالا كبيرا من مختلف دول العالم على الصادرات الزراعية المصرية. زملائنا الباحثين أن بيستنبطوا أصناف أولا مبكرة النضج، يعني مبكرة النضج لما توفر 20 يوم معناها انها وفرت ريا او اتنين، وبالتالي ان انت محصول وفرت فيه ميه، دي نمره واحد. نمره اتنين لما يبقى عالي الانتاجيه يزود اردبين في الذره او القمح يبقى معناها ان انت زودت الانتاجيه كانك زودت مساحه ارض. الحاجه الثالثه ان انت تنتج محصول مقاوم للامراض وهو ده اللي بيشتغلوا عليه، عشان كده بتلاقيهم ده صنف قديم ونعيد تحسينه. بنستنبط اصناف وبنشتغل على الاصناف والهجن اللي هي تبقى مقاومه للاجهادات البيئية وتبقى برضو مقاومة للأمراض، وبالتالي تبقى نقدر نتعامل مع ظروف التغيرات المناخية اللي احنا داخلين عليها. شهدت محافظة المنيا زراعة عدد من الأشجار بحي جنوب المدينة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ضمن الجهود المصرية في ملف المناخ. قال محافظ المنيا أسامة القاضي إن الدولة تعمل على ترسيخ قيمة الحفاظ على البيئة وتطوير القطاع الزراعي، وأكد على ضرورة توعية المواطنين من أجل التكاتف لتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة وترشيد الاستهلاك والعمل كذلك على استغلال الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة. في أسواق المعادن النفيسة هبطت أسعار الذهب العالمي إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع لتصل إلى 1753 دولار للأوقية،
محلياً سجل الذهب عيار 18 ما قيمته 923 جنيه، بالنسبة لعيار 21 فقد وصلت قيمته إلى 1077 جنيه، في حين وصل عيار الذهب 24 إلى 1231 جنيه، وبناء عليه وصل سعر الجنيه الذهب إلى 8616 جنيه. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط في آخر تداولاتها، لكنها تكبدت خسارة أسبوعية بفعل صعود دولار، وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 0.3% عند 96 دولار و72 سنتا للبرميل الواحد، كما صعدت كذلك العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.1% لتبلغ 90 دولار و77 سنتا للبرميل، كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.31% لتصل إلى 3 دولارات و65 دولار للتر، كذلك ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.61% لتسجل 9.34 دولار لكل مليون وحدة حرارية. أظهرت بيانات رسمية في زيادة واردات الصين النفط الخام من السعودية الشهر الماضي بالمقارنة مع يونيو إلى 7.15 مليون طن، وأظهرت البيانات احتفاظ روسيا بمكانتها كأكبر مورد للنفط للصين للشهر الثالث بواردات بلغت 7.15 مليون طن، بزيادة بلغت 7.6% عن العام الماضي. بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة، نعود لاستكمال ما تبقى من أخبار مع رغدة أبو ليلى وصحر. شكرا لك مصطفى ميزار. تختتم اليوم فعاليات النسخة الأولى من مهرجان المانجو بمحافظة الإسماعيلية والذي استمر ليومين. يهدف المهرجان إلى ترويج لمحصول المانجو الذي تشتهر به المحافظة لزيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات في مجال زراعتها. في احتفالية فريدة تليق بعشاقها انطلقت النسخة الأولى من مهرجان المانجو والتي ارتبط اسمها بأجود أنواع ملكة الفواكه الصيفية. المهرجان الذي يستمر على مدار يومين يهدف للترويج لمحصول المانجو والذي تشتهر به المحافظة، إلى جانب جذب الاستثمارات لتنمية زراعتها والترويج للسياحة بشكل عام في محافظة الإسماعيلية. احنا بنسعى لأن احنا نزود صادراتنا من المانجا، في نفس الوقت بنسعى برضه لزيادة الاستثمارات في التصنيع الزراعي، ده بالإضافة طبعا إضافة البهجة والسرور على أهالينا في محافظة الإسماعيلية وبقية المحافظات، لأن احنا بندعوهم للسياحة الداخلية داخل محافظة الإسماعيلية. إنه شيء رائع وأنا أرى مصر تحتفل بواحدة من أشهر الفواكه، وأنا أعلم أن مصر تشتهر بالزراعة وتصدير المنتجات الزراعية مثل البرتقال والمانجو، وأنا موجود اليوم للمشاركة في هذا الاحتفال الرائع. المهرجان بدأ بجولة من السيارات المزينة بالمانجو بشوارع المحافظة، إلى جانب إقامة منافذ لبيع جميع أنواع المانجو بسعر الجملة في جميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك وسط تفاعل وإقبال كبير من المواطنين. لا مهرجان حلو جدا وتنظيم عالي جدا، وباعتبار ان هو كمان اول مره السنه دي او اول افتتاح ليه، بس خارج بصوره حلوه وصوره مشرفه للشعب الاسماعيلي. مهرجان المانجو اول سنه يقام السنه دي، وفعاليات هذا المهرجان مؤثره جدا، لان الاسماعيليه اصلا بتشتهر بتلت انتاج المانجو في المحصول، والسنه دي كمان عاملين تنشيط ليها ان هو هيتصدر لخارج الدول، دعينا سفراء ومحافظين من محافظات اخرى عشان تنشيط السياحه الداخليه، وان الاسماعيليه اصلا بتشتهر بمحاصيل الزراعيه وعلى اشهرها المانجو يعني. والله احنا بنحاول نعمل المهرجان دوت لشعب الاسماعيليه اولا والمصر باكملها، ان احنا بنعرض المانجا في الاسماعيليه لمصر كلها، ان هي اجود مانجا موجوده في الجمهوريه باكملها. الاسماعيليه تعتبر المحافظه الرئيسيه لانتاج المانجا المشهوره، المانجا المحليه بطعمها الجميل الزبديه والعويسي والسكري، انضف انواع المانجا
مهما يعني مثلا في انواع اجنبيه بس المحلي ثبت وجوده بسم الله ما شاء الله. المانجا حلوه والمهرجان حلو واحلى حاجه المانجا رخيصه. تشتهر محافظه الاسماعيليه بكونها المحافظه الاكبر في انتاج محصول المانجو على مساحه تتجاوز 80,000 فدانا، وياتي تنظيم مهرجان المانجو هذا العام بهدف ان يكون انطلاقه لمهرجان عالمي يهدف التنشيط التجاري والسياحي لهذه المحافظه الساحليه. بهذا الخبر انتهت نشرة السادسة، وتبقى التذكير بالعناوين. الرئيس السيسي يواجه بالاستمرار في توفير جميع عناصر النجاح لمشروعات استصلاح الأراضي. الصين تواصل تدريباتها العسكرية وتايبي ترصد طائرات وسفن تدور حول تايوان. المفوضية الأوروبية توافق على تعويض الشركات عن ارتفاع أسعار الكهرباء. نهاية النشرة قدمناها لحضراتكم من التلفزيون المصري. شكرا لكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء.